يا مرحبا ويا هلا وسهلا وحيا الله اللي يشوفونا على روتانا خليجية. بداية حلقة جديدة نستانس معاكم وياكم فيها وبكل اللي جالسين قدام التلفزيون كبار وصغار، هلا وسهلا فيكم. وإن شاء الله حلقتنا راح تكون مليانة بالفقرات اللي راح نستفيد منها ونستمتع فيها في نفس الوقت من الضيوف الكرام اللي بيشرفونا، أو حتى الأخبار والسوالف اللي ما نعرف وش اللي صاير لكن حنعرف اليوم إن شاء الله في هذه الفقرة. مسي عليكم بالخير ولمياء غالب، مساء الخير، كيف حالك؟ اهلين، اكيد مساء النور عليك تراد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه في برنامجكم اليومي برنامج ساعه شباب اللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتجدده والمتميزه. واكيد وكل يوم راح اقول لكم ساعه كامله بقضيها معاكم بكل حب. بكل حب. طيب الانسان سمي الانسان من النسيان. ولكن اوقات يعني الاسم هذا او يعني سالفه النسيان تصير معنا في اوقات معينه مره شديده، خصوصا اوقات صحيح. السفر. بس انا ما احس اوقات السفر ننسى بسبب انه احنا انسان، اعتقد بسبب الصربعه وبسبب العجله للسفر او حتى الحماس اللي بياخذنا ويا بعض عشان بنلحق الطياره، متحمسين للروحه، هذا اللي بيخلينا ننسى اشياء مره كثير مهمه. تصدق ترادو، على قد ما بنحاول دائما انه ما ننسى اشياء كثير نحتاجها في السفر، بنحاول نكتبها في ورقه وقلم قبل ما نحضر شنطتنا، عشان هذه اشياء ضروريه ممكن ما نلاقيها في البلد اللي نحن رايحين لها او مسافرين عليها. ممكن اشياء تكون ضروريه مثل الادويه لازم ناخذها معنا بالشنطه، بس ما يصير الا وننسى شيء ضروري وما نفتكره الا ونحن في الطياره أو بعد ما وصلنا المدينة اللي احنا رايحين لها. أسألك ولا خليها بعدين؟ لا بعدين اسألني. خلونا أول شيء نسأل مشاهدينا سؤالنا اللي كان على هاشتاج ساعة شباب في تويتر، أكثر شيء تنساه لما تسافر، قولوا لنا إيش تنسوا، نروح على الهاشتاجات. أول رد معنا مرام نور تقول السفر معناه بالنسبة لي معاناة بالنسبة لي، لأنه عندي دوار الحركة ويعكر لي الرحلة، بس بالعادة ما أنسى شيء لأني اكتب كل حاجه واصلا اغراضي قليله في السفر. حلو، اهم شيء انه نكتب. اي ميدو ايش تقول؟ ما قد نسيت شيء الحمد لله لاني اجهز بدري، بس مشكلتي اخذ اشياء ما استخدمها. انت تمثليني يا اي ميدو في كل حاجه. لا انا كمان على فكره اي ميدو جدا زيي. مهرة عسيري لما اسافر احب وطني. ما اسافر تقول لك. عفوا ما اسافر اليوم، ما ادري ايش في بطير حروف. ما اسافر انا احب وطني. الله عليك. قلب مكسور وفيس ستريت فيس. يمكن تقول لك يمكن اذا سافرت بنسى عقلي وشنطتي وكل شيء من الفرحه. يسعد مساكم لولو وطراد. ان شاء الله يا رب يكتب لك سفره قريبه يا مهره. توتا ايش تقول؟ مره نسيت مكياجي وبس والله، واخرج بخشتي والامور طيبه. اهم شيء الاخلاق يا توتا. طبعا طبعا طبعا. الا ما انسى شيء الحمد لله، بس معروف لازم اشيل اشياء ما لها داعي اساسا بحجه يمكن احتاجه اخرتها سفره ابو يومين. من جد تحت بند يمكن سبحان الله احتاجه. صحيح. ومساك اجمل اكيد يا الاء. نروح لمريم تقول انا اجهز شنطتي من بدري لاني مسؤوله عن اغراض الوالد، بس عموما بعض البنات ما ينسوا شيء عشان يمكن احتاجه. بالضبط يا بنات، حلوه الصراحه. اكثر شيء يعجبني فيكم يا بنات الصراحه. 80% في الشنطه يمكن سبحان الله احتاجه. احمد دقنا يقول في اشياء كثيرة زي الشاحنة جوال، شاحنة جوال المتنقل والسبحة، وأحيانا أنسى النظارة. يا الله يا أحمد. نورة الزهراني إيش تقول؟ أولا أسعد الله مساكم أحلى ثنائي، وأكثر شيء أنساه بالسفر، شيء مرة ما أقدر أستغنى عنه، وهي حبوب الصداع، لأنه زحمة جدة توترني وتخليني أصدع. الله لا يبعد عنك تجي على الصداع جدة؟ يا نورة لا تجي. في أماكن كثير أحلى. مهمسة براءة تقول مساء على الورد. حسب السفرة أحيانا، أو مساء الورد أحيانا. السفرة القصيرة أنسى أشياء مثل سلك الشاحن. فعلا زينا. أما السفرة الكبيرة كل الأغراض أخذها ما أنسى ولا شيء أبدا مع الحماس. حلو. ممكن هي صح. حلو، من جد ناخذ كل حاجة. لينا حاتم إيش تقول؟ تحرجوني كذا، هي كلها عسير اللي أسافر لها، ومرة الكويت بالغلط، وعاد البحرين صديقتنا قريب، مو بسفر حتى، المهم أنسى قطرة العين دايم. يا الله، شايف كيف ترى؟ دائما قلت لك من البدايه انت شايفه كيف؟ اكثر شيء ننساه هي الادويه اللي ما بنلاقيها في السفر اللي رايحين لها، وننسى كثير ان ناخذها معانا، خصوصا اذا كنا متعودين على ادويه معينه. اما البنات صراحه يعجبوني بصراحتهم. ايوه ياخذوا كل شيء نحتاجه في السفر، كل شيء. في سلام داخلي بينهم وبين نفسهم، حتى لو كان غلط لكن مسالمين. صدق ترى حتى لو رايحين مثلا يومين او ثلاث ايام لازم ناخذ شنطه كبيره معانا. يمكن والله انتوا ليش؟ والله صدق ما حقول ليش انا اسف. هذا الرد حيكون اصلا. تخيل انا ايش اللي انساه؟ ايش؟
مو شاحن، نفس البلوج هذه يسموها بلوجر، ايوه اللي نحط على نفس الكوبس، الفيشه نفسها الكوبس، ايوه او الحرامي بكل المسميات، اللي يحول في بلدان ما تكون نفس المداخل، فهذه مره تساعدني كثير في السفر. فتلاقيني ترى نلقاها برا، يعني في اشياء عشان ما نلقاها حقيقه. اسمع لما تيجي والله لما توصل من الطياره على الفندق وجوالك ما في شاحن فجاه، يقول يا الله يا ريتني، وفعلا جوالك يقفل وتخرجي تضطري تروحي تشتري، وعليش وانا عندي هذا حقي وانتهى الموضوع. صحيح. عموما يعني في اشياء كثيره، انا صراحه عمري ما نسيت حاجه ولا حاجه، عمري ما نسيت اي شيء. ايش ما شاء الله تذاكري انت قبل ما تسافر؟ مو اذاكر، اكتب اول شيء ايش انا احتاج في السفره هذه، ثاني يعني شيء عارف ايش واهم شيء، اذا جينا اخترنا الملابس لازم نشوف الطقس في البلد اللي احنا رايحين له. نعم. صيف شتوي. صحيح. نختار الملابس على حسب الطقس، فكذا كنا احتاجنا كل حاجه عشان ما نروح هناك فجاه نموت من البرد، او فجاه يعني نحتاج ملابس صيفيه ويكون الجو حار، عارف. نعم. فهذه من الاشياء المهمه عندي في السفر والله لدى الكل، انه اوقات الواحد يورط اذا ما اخذ امور يعني تناسب الجو. ترى حتورطوا يعني، خذوا ان كيس ما تعرفوا اجواء البلدان اللي برا، ترى مو زي هنا طول الوقت حر وطول الوقت هناك. صح. فجاه ممكن يقلب. تعرفوا في اشياء غريبه نشوفها عايشين في اوروبا. بما انه احنا عايشين في اوروبا في الخارج. صح. نعم. صح. نعم. خلينا نكمل ردودكم معنا على تويتر. يلا تفضل. يلا غيداء ايش تقول؟ الناس تقفل الشنط وتحتفظ بالمفتاح معها، انا وابوي نقفل كل شيء ونحط المفاتيح بالبيت ونطلع وتعال بعدين كسر الاقفال وعلى هالحال. لا يا غيدة تحصل تحصل. سلافة تقول من النادر أنسى غرض لأني أدون بنوت كل شيء أو بنوت بكل شيء من وإلى وأشطب، وهذه طبعا الطريقة المثالية للي ينسون. فعلا في طريقة ثانية حنقول لكم إياها. نروح للوجين تقول مسحوق القهوة وفرشة الأسنان، هذا اللي دايما تنسي، سهلة تلاقي هناك قهوة تحب اللغة العربية أسنان. مسحوق القهوة يا إلهي. مريم العيدروس تقول والله ماني فاهمة الناس مو عاجبينك تويتر ولا ايش؟ لا بالعكس تحب هذول يا اصدقاء البرنامج ما ينفع تقول عليهم كذا. لا تزعلهم، لا تزعلهم. بالعكس على فكرة انا قلت اول حاجة قلت تحب اللغة العربية الفصحى، انت تعرفين اكثر واحد يحب اللغة العربية الفصحى هنا بعد استاذ عنود مين؟ انا. انت فعلا. فما شاء الله مسحوق القهوة ترى متعوب عليها، مع انه فيها شوية طنازة بس ما في مشكلة. مريم العيدروس تقول اكثر شيء انساه هو الشاحن، يسعد لي مساكم. فعلا الشاحن صحيح، الشاحن هذه ورطه كلنا صراحه. جوجو ايش تقول؟ قبل كذا ولا مره نسيت شيء الحمد لله، لاني قبل السفره بوقت احط كل اغراضي المهمه في الشنطه عشان ما انساها من الحوسه. والله نحن البنات منظمين صراحه، ما جدا مره منظمين. جدا لدرجه تاخذوا اشياء ما تحتاجوها. مهاوي تقول مساكم الله بالخير، والله مره وحشوني، واعتقد اكثر شيء انساه هو الشاحن للاسف. مو قلب واحد، 10 قلوب مكسوره على فكره. يا الله يا مهاوي. مزون الزهراني مساكم خير، الحمد لله ما عمري نسيت ولا غرض وكل شيء اجهزه من بدري، وخصوصا الشاحن والسماعه، ويسعد مساكم احلى ثنائي. السماعه ضروري في الطياره، الشاحن والسماعه الطياره ترى تحتاج السماعه كثير، مو عشان افلام، عشان لا تسمع بزر هنا ولا هنا ويقعد صارخ ولا. صح. احمد فاخرجي يقول مساكم سعاده يا افضل دويت تلفزيوني حبيب قلبي يا ابو احمد، شكرا لك. الصراحه اكثر شيء انساه جهاز اللابتوب وسماعات الجوال، اتعودت انهم يكونوا معايا وقت السفر. والله لا تنسى بعد كذا اروق لك. ايوه. طيب كوين مها ايش تقول؟ نحن البنات لو نروح مكان قريب ناخذ الدولاب. الله عليك يا مها، كله كل احتياجاتنا وخرابيط في الشنطه يوم نسافر حننسى اكيد. لا النسيان للعيال مو لنا، وانا من فريقك واضمك لفريقي اكيد. ايوه لا ارجع عيد انكم تاخذوا كل شيء، ما تحتاجوا تنسوا حاجه، ما حتنسوا شيء. ملقوف، معقول هذا اسمه؟ اوكي ملقوف. بحكم انه جدا جدا اوكي، بحكم ان المطارات نظام الساعه 24 دائما انسى الوقت الصحيح للرحله من بعد 12 13 14 15. انت تنسى الرحله بكبرها يا سلام. اللقاحه بتعبتك والله. بفوز اليوم صراحه في التغريده هذه، انا بفوزك يا ملقوف. فصدق ترى دائما احنا اذا جينا نسافر ما يكون عندنا مشكله ابدا في الحموله الزايده في الشنط، اهم شيء ندفع اكثر بس ناخذ كل الدولاب معانا. والله ايوه. ما اعرف والله، شوفي انا اوقات انا كانت عندي هذه العاده، شوفي انا كنت اتريق وزي كذا، لكن والله انا عندي هذه العاده، معليش قاعد ارتب، عندي مشكله في الترتيب، عندي هذه المشكله اني عشان خوفي لا انسى اقوم اخذ. يمكن سبحان الله عندي هذا البنت ترى من بنودكم، لكن وصلت لمرحله والله صرت اشتري اشياء ما اقدر اشتري، اضطر اشتري شنطه ثانيه، وعلى ايش؟ صرت اخذ الاشياء الاساسيه
وهناك اشتري اللي ابغاه واجي بحموله جديده وقافله. صح، كنت حاب اقول لك يعني اذا جينا سافرنا نسافر بشنطه او شنطتين ونرجع بدبل الشنط. هذه العاده حقيقي احسها في كل البنات وفي اغلب البنات. نفسي اعرف ليش ما اعرف هو بس احنا السعوديين ولا في احد؟ يعني انا دائما اشوف مطارات الاجنبيه دائما اشوف ما شاء الله تبارك شناط يعني حقت شناط يعني. لا بس اتوقع انه الخليج الزياده عندهم في مساله الشنط والعفش اللي بياخذوها معاهم. صراحه بتروح المطارات وبتشوف يعني عوائل يكونوا مكونين من 4 5 أيوة. اشخاص وبيشوفوا الشنط بتشوف معاهم شنط انت نفسك تعرف يجيك احس اللقافه وقتها ايش فيها الشنط وليش كميه الشنط هذه كلها. انا اقعد انا واصدقائي نقعد نخمن ايش في الشنط. والله يس هذه احد الهوايات التي مع ركوب الخيل ومع الطوابع ترى هذه. وفي المقابل ترى تصدق تشوف ناس مسافرين ما هم ما عندهم غير هاند باك وماشي والله مسافرين حقيقة أقول طب هذول كيف مسافرين كذا بدون شنط؟ لا هذول يكون عندهم بيت هناك أصلاً. عموما في الطريقة السريعة عشان لا ننسى وهي الأهم لما نجي نعبي شنطنا وناخذ اللي نحتاجه واللي ما نحتاجه نخليه على جنب. فكر انت اول ما تصحى من نومك في الفندق هناك ايش حتحتاج وايش حتسوي؟ تتسوق، تفرشة اسنانك، تمشط شعرك، تلبس ملابسك، كل حاجه بالتفصيل عيشها في يومك هناك عشان تقدر تعرف ايش اللي تحتاجه وايش اللي ما تحتاجه. حتلاقي نفسك شلت اشياء وحطيت اشياء بكل سنه. عموما كل اللي تحتاجه في البيت تحتاجه في السفر، فخذوا معاكم كل حاجه وسافروا ان شاء الله يا رب. اللي ما كتب لهم سفر يسافروا قريب. عموما ترد ايش عندنا بعد الفاصل؟ ما ينفعش عندنا، انت قطعت كلامي كله، انت من جدك اخذوا كل الشنط؟ ايوه لا مو كل الشنط، اللي بيحتاجه يومي في البيت ياخذوا معاه للسفر لانه حيحتاجه يومي في السفر. عموما عندكم نصيحتين خذوا اللي يناسبكم منها وبعد الفاصل والله عندنا حاجات كثير ان شاء الله ما راح نختلف فيها، حاجات حنستفيد منها ما راح نحرق حاجه. في ساعه شباب كل شيء موجود وباي طريقه تلاقوها حياكم.